عالم جميل، نحن السعد ولكم من اسمنا نصيب. مستشفى سعد التخصصي. اليوم هو ثاني أيام معرض دبي العالمي للعقارات، لنتحول إلى هناك بالطبع مع موفدة العربية مهيرة عبد العزيز. مهيرة مساء الخير. مهيرة، بالصور يوم أمس أشارت إلى تهافت كبير على شراء الوحدات السكنية في أبوظبي، ولكن ماذا عن خارج منطقة أبوظبي؟ يبدو، أنا فهمت منك أن هناك بالعكس عروض ترويجية يعني لجذب المستثمرين إلى شراء عقارات خارج أبوظبي. نعم نادين، يبدو أن مهرجان دبي للتسوق لا يقتصر فقط على الأزياء ولا حتى المكياج، فالعروض أصبحت حتى في مجال العقارات. ومعي هنا من معرض الدولي للعقارات في دبي حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة دماك، الذين برعوا في العروض الترويجية للعقار. نود أن نسألك، هل تعاملون المنتج العقاري كمنتج أو كسلعة؟ يعني أنتم اشتري منزل واحصل على سيارة مجانا وأيضا طائرة خاصة والآن جزيرة خاصة، لماذا هذه العروض ولماذا يعني تتبعون نفس نهج أي سلعة استهلاكية أخرى؟ نحن اليوم من 5 سنوات كل سنة في دبي شوبينج فيستيفال نعمل عرض، وهي عبارة عن تشتري شقة وتأخذ سيارة. هذا عرض سنوي، وكأي شركة لها برنامج تسويقي، وفي السنة مرة واحدة نعمل عروض معينة. وأنا ما أعتقد أن العقار يختلف عن أي سلعة أخرى، إذا كان فرساتشي أو أرماني أو سيارات بنتلي أو مرسيدس، كل الشركات العالمية تعمل عروض مرة في السنة مرتين في السنة، وهي طبيعة. هذا التهافت الذي شهدناه أمس على الاستثمار في أبوظبي، هل هذا يعني دق ناقوس الخطر على سوق دبي؟ هل هذا يعني ولذلك تحتاجون لترويج منتجاتكم العقارية في دبي؟ اولا ابغي ابين ان كثير ناس يعتقدون منذ 3 سنوات او 4 سنوات ان دبي هي بابل وفقاعه ستنفجر، لكن انا اختلف معاهم. فدبي هي موقع استراتيجي وبلد بنت انفراستراكشر وبنت سياحه وتجاره واعمال، وعليها طلب جدا عالي. ما في شك أبوظبي طبعا فتره كثيره في الثمانينات وفي التسعينات شوي تاخرت فيها في سوق العقار وما تطور، وفي خلال 3 سنوات الماضيه أبوظبي بدات تاخذ خطوات جيده وممتازه وتلحق بركب صناعه العقار. فاليوم نرى الطلب في أبوظبي قوي، وهناك طبعا طلب كثير في أبوظبي على الشقق وعلى المكاتب وعلى مختلف المنتجات العقارية. لكن هذا لا يعني أن دبي حتنام لأن أبوظبي تحركت، بالعكس في طلب في المنطقة كلها موجود. يعني لاحظنا خلال تواجدنا في المعرض غياب اللاعبين الكبار من دبي، يعني نتحدث كشركات كعمار ونخيل ودبي للعقارات، يمكن دماك الشركة الوحيدة من دبي المتواجدة. لماذا برأيك هذا الغياب؟ يعني انتهت الوحدات السكنية، ما عندهم شيء يعرضوه برأيك؟ لا، تدري في دبي في معرضين كبار، سيتي سكيب وأريبيان ترافل، وما في شك الشركات الكبيرة تحضر هالمعرضين. هذا المعرض يعمل ما ذكر أول أو ثاني أو ثالث سنة، فهم ليس بنفس مستوى سيتي سكيب أو الأريبيان ترافل ماركت، فكثير من الشركات الكبيرة ما حضرتها. نحن أول مرة نشارك فيه، معرض لا بأس فيه، جيد، ما بنفس حجم سيتي سكيب، لكن أعتقد لهم مستقبل. ولماذا أنتم شاركتم؟ هل من أجل الترويج للعروض؟ ما في شك معرض مثل المعرض العقارات الدولي في شركات متواجدة، عندنا زبائن، نحن شركة بحجمنا نحاول نتواجد في المعارض المهمة على مدار السنة. من خلال تواجدنا لاحظنا أيضا توجه الاستثمارات من قبل الشركات المحلية تحديدا والخليجية بشكل عام إلى دول يعني لم نكن نسمع عنها من قبل، مثل كردستان وأوزبكستان. يعني عادة نحن متعودين الاستثمارات العقارية تذهب إلى الأردن، إلى مصر، إلى لبنان، لماذا هذا التوجه برأيك؟ وهل تفكرون بنفس هذا باتباع نفس النهج؟ اليوم شوفي، يعني دبي أو منطقة الخليج بنت شركات عقارية متميزة متقدمة كبيرة، لديها خبرات كبيرة في مجال العمل العقاري. هذه الدول بالذات مثل كردستان أو مثل كازاخستان أو دول الاتحاد السوفيتي السابقة أو حتى بعض دول المغرب العربي تنقصها الخبرات وتنقصها الريسورسز للشركات العقارية الكبيرة. فالشركات الخليجية اليوم تنطلق لهذه الدول لأن في فرص واعدة لها، ترى أنها هناك فرص. ومو معناته أنه الأسواق في الإمارات أو في الخليج حتنزل، لا، الأسواق هنا موجودة بالشركات في طموحة وتنظر إلى العمل خارج حدود جغرافيتها. سيد حسين، في كلمة واحدة، تفكرون بطرح أسهمكم أو التحول إلى شركة مساهمة عامة؟
إن شاء الله في خلال السنتين القادمتين. حسين ساجواني رئيس مجلس إدارة شركة دمك العقارية، شكرا جزيلا لك. عودة مرة أخرى إلى نادين. مهيرة، إذا خبر ممكن إدراج دمك إلى إذا في الأسواق خلال السنتين القادمتين، ولكن أنا بدي طيارة. مهيرة كيف باخذ الطيارة؟ أنت بدك أنا تعطي نادين الطيارة وأنا الجزيرة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا مهيرة عبد العزيز. شكرا. من معرض العقارات بدبي. إذا لنختم مع أخبار الشركات القطرية، حيث كشفت شركة بروة العقارية أن حجم الاكتتاب في زيادة رأس مالها قد فاق الحد المطلوب بثلاث مرات ونصف تقريبا، حيث بلغت قيمة الأموال المعروضة من قبل الأفراد المكتتبين ما يقارب 6 مليارات ريال. يذكر أن الشركة القطرية أفصحت في الشهر الماضي عن عزمها زيادة رأس مالها ب 25% ليصل إلى 2.5 مليار ريال.